يقول سؤال من شقين، نريد نصيحة من سماحة الشيخ حول الذين ينتسبون للعلم وطلبة العلم ويصدرون فتاوى شاذة، وأيضا نريد بيان الحكم فيما يتعلق بمسألة الطلاق، لأن هناك من تكلم وقال أنه لا يقع باللفظ إلا بالكتابة عند القاضي. الفتوى لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا إذا كان عالما، إذا كان عالما يعرف الحكم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله، واحتيج إلى الفتوى، احتيج إلى الفتوى ولم يكن هناك من هو أفضل منه أو أعلم منه، فإنه يفتي في هذه الحالة للحاجة، ولا تبقى المسألة ليس عليها جواب والناس بحاجة إلى الجواب. أما إنسان ما عنده أهلية وإنما هو طالب علم أو يقرأ في الكتب ويتعالم ويزعم أنه عالم وهو ما عنده علم، يقرأ في الكتب ويقلد ويحكي ما فيها فقط، هذا لا يجوز له أن يفتي، هو في عافية، يكل الفتوى إلى من هو أهل لها، والفتوى مسؤولية أمام الله سبحانه. لا تظن إنك افتيت وراحت المسألة، ستوقف بين يدي الله يوم القيامة ويسألك عن ذلك. وأيضا إذا أفتيت بفتوى خاطئة فإنك تضل المستفتي، تضل المستفتي وتوقعه في الخطأ وتتحمله يوم القيامة. فالفتوى أيها الإخوة مسؤولية عظيمة، لا يجوز للإنسان يدخل فيها إلا إذا كان عنده أهلية علمية ويتقي الله عز وجل، ولا يفتي إلا بما يدل عليه الكتاب والسنة، ولا يفتي بهواها وبما يجوز للناس ويصلح للناس، يتلمس ما الرخص والمخارج، هذا لا يجوز. الفتوى مسؤولية عظيمة، فلا يجوز للإنسان أنه يدخل فيها ويحمل نفسه ما لا يطيقه ويضلل المستفتين ويوقعهم في الخطأ، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالمفتي إذا سئل فإنه يستحضر مقامه بين يدي الله، وكيف يجيب يوم القيامة إذا سأله الله عن ذلك، يستحضر هذا ولا يدخل نفسه في المهالك والورطات، والله قد عافاه من ذلك. وأما الطلاق فإذا تلفظ به وقع، إلا أن يكون ليس عنده عقل، ما عنده عقل أو كان مكرها على ذلك، في هاتين الحالتين لا يقع، في حالة إذا لم يكن عنده عقل، أو حالة إذا كان مكرها ولا يمكنه التخلص إلا بالتلفظ بالطلاق، في هاتين الحالتين لا يقع الطلاق، لأنه لم يصدر عن عاقل ولا عن مختار. وأما ما عدا ذلك فإنه يقع ولو لم يكتب. فهذه الفتوى خاطئة 100%، وتضليل للناس،